قبل ما ابدا احب اقول لكم ان امتحان النهارده انا ما حطيتش فيه كلمه. امتحان جاي من الجمهور كله، الاسئله كلها. انا احب نرحب بضيفنا النهارده النجم الكبير جدا، بس انا باجي كتير يعني، الاستاذ الكبير ابراهيم عيسى. تعالى 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 بظهرك. اوف بظهري لف. ممكن تعرف طالب الممتاز المجتهد اللي انت جبته النهارده الاول على ثانويه عامه سنه 2014؟ مروان فارس. 8 في 7 بكام؟ 56. ماشي الاول. اسم الفريق علمي. علمك. ومعانا برعي. معانا معايا في الفريق الحاضر الغائب روح يحيى الصادي. الاول ثانويه عامه سعودي يحيى الصادي. هلا يا رمانه، هلا يا رمانه. احلف كده انك اول ثانويه عامه سعودي. اول ثانويه عامه سعودي في مكه المكرمه، الثالث على الدوله على المملكه العربيه. عمال تضيق واخد بالك؟ ارجع اقعد كده. زميلي حبيبي نفس الحته. سميته فرقه ايه؟ احنا فريق ابن خالته، عشان هو ابن خالته دايما احسن منه. اول فقره معانا ارزع. انا هسال سؤال، هترزعوا على البقره تدوني اجابه. أيوة. الاجابه الصح تاخد فيها 10 درجات، الغلط تنقص فيها 5 درجات. السؤال الاول، سؤال بيقول سوسج ها يعني ايه بالعربي؟ ها سوسيس او سجق باللغه العربيه. ايوه مقانق. 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 حلو بقى السؤال بيقول ما مفرد كلمه مقانق؟ نقنوق. في واحده اصح. نق. نقاق. نقيقه. نقيقه واحده على جنب بس. نقنقه. نقه. نقه. ثانيه. نقه من اول السطر. نقنق. Who's there? في اجابه مفيش اجابه. لا استنى، في نقيقه. ايه نقيقه؟ نقيقه غلط. على استحقاق هنقول اجابه. ماشي نققه. لا حياء في العلم. يا ريتك ما نخخت. معلش هكتبها بشرحها، فاحنا فكرنا فيها كده ان دي على وزن فعال، فاحنا عايزين ناخد ايه؟ فعلة. ايوه فقلنا يبقى نققه. لا ده المنظر كده في لوجيك صح؟ والله العظيم هديك الدرجه كامله لو قلت لك ان دي مفرده ايه؟ بطريق. حلو يبقى هنا هتبقى ايه؟ بطريق. نقنيق. نيق. ايه من اول ثانويه عامه ده هيزعلنا. تشتغل ايه بقى دلوقتي؟ ما بشتغلش. ده اللي انت بتذاكره عشان تبقوا عشانه. سؤال، لماذا سي ار مش بيصدي زي الحديد؟ ما هو السي ار؟ قول. سي ار ده اللي هو الكريبتون ايمن. كريبتون ايمن. الاول على الجمهوريه في ثانويه عامه. استنى يلا. هو لانه من الفلزات ال ثانية عشان هو ها الدكتور جابها. الدكتور جابها. عامة انا مش محتاج اعرف ايه السي ار دوت، لان هو الحديد ليه بيصدي؟ ليه؟ علشان هو بيتفاعل مع الاكسجين. حلو. فانا اقدر اقول ببساطه سببين، السبب الاول ان هو اقل تفاعلا مع الاكسجين. بس هو في عندك اديله درجه. ابن خالتك ده انكسر وانا شيء. سؤال فلسفه اهو. ايوه. انا عايز تعريف البيوتيكا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ بيوتيكا. حاسس ان احنا ممكن نبقى اصحاب ونطلع الحلقة. عايزين هنطلع الواد احلى لان احنا البيو طيقة. ايوه هنا هنا علبنا. ايوه استنى يمكن تفرق. بيو طيقة. بيو طيقة. واخدين الدوائر الكتيرة دي ملخبطة. بيو طيقة. الأول على الجمهورية في ثانوية عامة. بيو طيقة ده يوناني؟ علم اختلاط الدهون بال ايه ده؟ اختلاط الدهون؟ يعني ايه؟ ما هو الدهن الفلسفي؟ ايه ده؟ ما يعني جات لي من حته علم اختلاط الامور ببعضها وانا ما اعرفش. ماشي فلسفه. محمود بركات 2014 باسم المدرس. مروان ايدك كده. اتفضل.
لا نورة الصلاة. يوثيقا. ليه يا صافي كده؟ انت معاك اول ثانوية عامة. اول ثانوية عامة يغش في الحياة. المنطق. بأي منطق؟ ده صح. عرفت صافي بيجيب اجاباته منين؟ منين؟ من ظهره. انا هديك ماينس 20 درجة. اوه ايه العبد ده؟ طب ثواني يا بس انا مالي؟ سيبته يعمل كده وقاعد جنبك وانت عارف انه بيعمل كده. لا هعرف منين ده مغطيها. جاهزين تحفظوا بقى ايه هي البيوتيقة؟ تعالى يا ابني عشان اخش بالطبلة. طب تيكا 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 تعريف البيوتيكا. ها تيكا 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 تعريف البيوتيكا. طب تيكا 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 تعريف البيوتيكا. ها تيكا 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 تعريف البيوتيكا. هو علم بقاء يا بيبي يهتم بدراسة السلوك الإنساني. يلا هو علم بقاء يا بيبي يهتم بدراسة السلوك الإنساني. وما ما يتعلق بها من قضايا الحياة والموت. وما يتعلق بها من قضايا الحياة والموت. ويشمل عدة تخصصات. ويشمل عدة تخصصات. ويشمل عدة تخصصات. ويشمل عدة تخصصات. اديني ديكا ديكا اللي زمان عليك. بعد المقدمة ومذنبهولك هنا يرضيك؟ ما يرضنيش. الإنسان لازم يغلط عشان يعمل الصح. دلوقتي فقرة صح وغلط. نص دقيقة ولم الورق. تقف صف هنا. تجاوب غلط ترجع آخر الصف صح بتكمل وهكذا. تعوض؟ أول الصف طول الوقت. طب تعال أول الصف. اجري اسبوع اجري اسبوع. أول صف ايه؟ تقريبا الكاب نديله الباور. اوه. لا 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 ما ايه ده؟ انا هوريك برضو فيها وائل فكي. فكك منه بقى وتعالى اقف. انا خليك فيها والله. ايه اللي هيوقف؟ هو هيلبس كبوت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ من فضلك ايدك عشان تعوض. هل الزنك يستخدم في طراء المعادن؟ صح. فورميك اسيد اللي بيتجاب من النمل يستخدم في اباده الحشرات؟ صح. اتفرج اتفرج اتفرج. كان بيورينا شرابات؟ لا غلط. برافو 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 برافو. طه حسين بيحب الرز بلبن صح ولا غلط؟ غلط. برافو. كان بيحب ايه؟ تعالى تعالى. فيلم درس خصوصي كان بطولة حمادة هلال؟ غلط. برافو محمد عطية. الله الله. هو ايه اللي بيحصل؟ لا كمل. لا رجله غايبة بس وقفة بس وانا اسف والله بس انا حاجز. الدي ان ايه يتكون من خطين معا على شكل حلزون مزدوج بينما الار ان ايه يتكون من خيط واحد فقط. غلط. ارجع على كلمة دورة. ايه انا بقى انا كنت هاكل الرسومات ما انا كنت ماشي بس سهلة قدام على فكرة. المقاومة وطول السلك بينهم علاقة طردية لكن المقاومة ومساحة السلك بينهم علاقة عكسية صح ولا غلط؟ صح. برافو برافو برافو. جاي بعد ما الميزان شايف ميزاننا زمان كان حان أذان يزاملك صح ولا غلط؟ غلط. ارجع ارجع. برافو برافو برافو. طه حسين كان يحسد الأرانب عشان بتاكل جزر صح ولا غلط؟ غلط. برافو. بتنط السياج. الله انا سحبها. خلاص كان فين كل اللي جاي؟ كان فين؟ انا بهزر بفك الناس. ايه المنظر ده؟ مش حلو اصلا. كام؟ مش حلو خالص. عارف ايه كمان مش حلو؟ بتلبسه كاب وتقفوا قدامي. طب ما ايه بقى لما طاير الكاب ده من على دماغك؟ لا خلاص خلاص. وتطلع في الكاميرا. خلاص خلاص. انا بس حاسك بدلتني فجاه. هو انت كنت موجود عشان ابدلك؟ الوجع وصل من هنا والله. ممكن اجيب كرسي اقعد عليه هنا؟ مش قادر اقف. معنى كلمه لعوب رشيقه؟ غلط. ارجع ورا. تعالى يا بورا. بدون فرصه بدون فرصه. بس انا اللي بورا. تعالى يا بورا. ايه دور الاول؟ هتطول في الكلام. هقوم جايب الاول. يلا يلا والنبي. ايوه طه احنا ما صدقنا جينا. وانت تعالى البس كاب واقعد. وايه اللي بيحصل ده؟ لا تبكي يا صغيري لا انظر نحو السماء. الجلفنة هي عملية طلاء بعض الفلزات بطبقة خفيفة مانعة من الفولاذ. من الفولاذ؟ أيوة. غلط. شكرا. برافو عليك يا مان. مش شايفك يعني في الطابور.
متى خلصنا الاسئله؟ انا ما عداش عليا زيك هنا، يا ريت كل الطلاب كده متفوقين كده واوائل يا ريت يا ريتك بدات كده. شفت المنتدى اللي عملها؟ لا ما شفتش. شوف؟ عملت سكيب للفقره دي كلها. ما انت هتفضل طول عمرك كده. ليه بتكلم؟ يا عم انت عايز نلعب الحلقه دي ولا مش عايز نلعب؟ عايز تلعب خلاص. السؤال سؤال في لم المنهج في الفقره الجايه. قبل السؤال الجاي هنعمل ايه؟ لايك شير سبسكرايب ونفعل الجرس. الله ينور عليك. كومنت بالاجابه السؤال. طب يا بهوات، لو واحد بيربي فراخ وعايز يزود البيض هيعمل ايه؟ ده سؤال جيولوجيا لسنه 2022 ثانويه عامه. على فكره انا ما بجيبش حاجه. اكتبوا لي بقى في الكومنتات هيعمل ايه. فراخ يزود بيض هيعمل ايه؟ يلا وروني شطارتكم، ولايك شير وسبسكرايب والحاجات دي. يلا يلا. كلنا عارفين اسم الفاعل صح؟ اه طبعا. وعارفين اسم المفعول صح؟ اه. انا عايز اسم الفاعل واسم المفعول من اختار ورأى واحتل. هفكركم ان فرصة لم المنهج دي هي فرصة سؤال واحد 100 درجة، اللي هيجاوبه صح واللي هيجاوبه غلط اللي هم الاتنين ناقص 50 درجة. خلاص اقول لك حاجه، انت تقول اسم الفعل انا اقول اسم الفعل، انت تقول اسم المفعول انا اقول اسم المفعول، وناخد الدرجتين سوا وزي ما بدانا ننهيها بالظبط. اخويا وهي دي يا جماعه اللي كنا عايزين نعلمه لكم النهارده، ان مهما كان في ناس جايين يسرقوا شخصيتك ويقلدوك عادي سيبهم، لان ده معناه ان هم حاطينك في نظرهم رول موديل. سيب ايدك، اسحب ايدك بسرعه، اسحب ايدك بسرعه. اسم المفعول المختار. مختار. واسم الفاعل المخير. هي مختار برضه. مخير صيغه مبالغه. طب انا طلبتها، انا قلت اديها لك. اللي بعده رأى. اسم الفاعل رائي. رأى والمفعول مرئي. صحيح. رأي اسم الفاعل تكتب ازاي؟ رأي ره. ايوه وكسره. ماشي غلط. الاول عالجمهوريه في ثانويه عامه هي راء، ولو جه قبلها الف ولام هتبقى كده. الرائي. احتل بقى. الاثنين محتل. محتل ومحتل. ها المحتال. محتال. جاب كام في العربي؟ 80 من 80. قول جاب 8. للاسف بورا جاوب صح. تخيل فزت على لا انا ما قلتش ان انت فزت، انا قلت ان انت جاوبت صح. فزنا في الراوند دي على واول ثانويه عامه يا صاحبي. عامه بتشتغل ايه دلوقتي؟ اه طول ما بتشتغلش. طب سعيد في حياتك بقى كمان. النتيجه جت. فاكر احساس ثانوية عامة لما طلعت الحمد لله الأول؟ فاكر احتفلوا بيك ازاي؟ فاكر. أكيد أكيد اتبسطوا بيك في البيت قوي وقالوا الحمد لله أكبر وكانوا ما نمناش. نفس النوم ده مش هيناموه. ليجوا يشوفوا ابنهم وهو بيفشل. الله. قصاد ابن خالته. يا سلام. كسرنا النظرية. ماما ما ينفعش تشوف الحلقه دي. اسحب منها النت بقى. مهما تحاول، مهما اساليبك الملتويه دي انك تخليني اخسر او تحبطني او تسقطني، مش هيحصل. مش هيحصل. ما تعرضهاش معلش. يعني خد النجاح في كيس وامشي. جايب لي اول. بالله عليك قول الحمد لله. جايب لي اول ثانويه عامه. عايز تكسرني باول ثانويه عامه؟ انت حاولت بس صعب تبقى زي يا ابني. تخافش يا بورع، تخافش. الله يبارك فيك. لا مبسوط لك. انا مبسوط لك والله العظيم. فرحان والله. انا يعني ما كنتش عايزه فعلا يخلص زعلان. الاخلاق دي يستحق عليها درجات. ايه اللي يستحق عليها درجات؟ كل حاجه. والله دي تربيه. دي تربيه والله. تربيه والله عشان ماما. والله ماما مش كل حاجه درجات. يعني والله التربيه دي تستحق عليها 100 درجه. لا اقسم بالله. والله الاخلاق. ايه الاخلاق دي؟ كسبت انا وماما. يعني ايه؟ يعني ايه؟ والله يا اخلاق انت لو فرحت له كنت زودتك انت كمان 100 درجه. انت ليه؟ انت اللي ليه؟ انت ليه؟ ليه؟ ليه انت؟ انت إيه؟ انت مدرس. ايه دخلك شغل العيال ده؟ حضرتك مدرس. مدرس ده تربيه قبل التعليم. عشان كده 100 درجه. مبروك يا يايا. يلا نسخه منك كسبت. يا زين ما ربيت يا طنط والله العظيم. يعني رساله لحضرتك، ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان نشجعه. انا حزين جدا.